تأمين الحدود بتاعنا هي مسألة كبرى. ويومين برا صلي شكون يعني المسؤول كان اذكر قال لي شو الحال انت موجود انت تقع ولا قلت تصل انا هناك مساله ماهيش مساله حزبه بسيطه مساله تهم استقرار تونس وتهم التعاون مع تونس في الخارج وتهم صوره تونس في الخارج ولهذا انا قلت من وين باش ندخل خلي الاخر يقول مش الدستور انا مش الدستور انا اللي يهمني همني تونس وصولتها في الخارج ومنعتها في الداخل واستقرارها في الداخل في الحقيقة أنا الناس طلبوا مني شيش واحد هكا طفل السلام عليكم على شدة أنا ملي خرجت صار نفسي الشق هذا وشق قالوا لي أنا لينا أنت تحكم أعمل تحكيم نعرفوا بداية التحكيم طبعا لكن انا نعرف ايش قال ربي في التحكيم ها يا شيخ بلى وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في نفوسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما انا نبقي فيها هذا التخلف مع هذه الصوره اللي يظهر توا حالة ماشي باهية يتوا احنا السياسة شنية ما نعبر فيها بالنتيجة إذا النتيجة باهية التدخل باهي وإذا النتيجة مش باهية لا يكون فيها اللي كان